صباح النور، يا ان شاء الله ربي نهاركم اسعد واجمل الايامات. هذه هي البخيماتينا كالعاده، مازلنا مواصلين معاكم في كل الفقرات اللي كنتوا تعودتوا عليها. بعد شوي نشوفوا مع بعضنا اهم الاخبار اللي صايره في تونس وفي العالم. تو سويت نمشي نشوفوا اهم ما يميز حاله الطقس لليوم 31 جانفي في 2024. كيف نعملوا جوله صغيره في اهم الاحداث المنتظره ونرجعوا. صباح الخير الناس الكل. حالة الطقس اليوم الأربعاء، الطقس مشمس إلى مغيم جزئيا، الحرارة من 6 ل 17 درجة، الرياح ضعيفة إلى معتدلة في حدود 10 كيلومتر في الساعة، والبحر باش يكون شديد الاضطراب. Les événements à venir. صباح الخير آمال، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل. نبدأ وفقرة الأحداث المنتظرة بعقد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي لندوة صحفية، وذلك اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 بمقر الوزارة، لاستعراض مزيد التفاصيل حول الترفيع في السقف السنوي لمبالغ الخدمات الصحية الخارجية المتكفل بها في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض بعنوان المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف، وتفاصيل الترفيع في مبالغ القروض الاجتماعية المسندة من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. باش يتم اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 اختتام مشروع أوتخمون بنزل القصبة بالقيروان، ويشار أن المشروع هذا يهدف إلى تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في كل من القيروان والمهدية، وبالتالي إلى تحسين جودة حياة متساكنيها ودعم جاذبيتها من الناحية الاقتصادية والسياحية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تنظم بالتعاون مع داعمينها ومسؤوليها القدامى والمتطوعين في خدمة الطفولة وشركائها وأصدقائها في مختلف القطاعات لقاء أطلق عليه اسم لقاء الوفاء ورفع التحدي، وذلك اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 انطلاقا من الساعة 10 صباحا بنزل الموفنبيك بضفاف البحيرة بتونس، حيث سيتم عرض منجزات سنة 2023 المنقضية واستشرافا لتحدي تحديات وأهداف سنة 2024. ينفذ قطاع التربية في مدنين إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء 31 جانفي 2024 بدعوة من الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة، وذلك للمطالبة بتفعيل محاضر الجلسات الممضاة مع سلطة الإشراف والتي بقيت دون تفعيل. هكا نكون كملنا فقرة الأحداث المنتظرة لليوم، إن شاء الله نهاركم زين. Les événements à venir. ما زلنا مواصلين معاكم في البريماتينال. بعد شويه نعطيكم فكره على اهم ما يميز حاله الطقس او يميز الحركه المروريه اليوم في تونس 31 جانفي 2024، وين يكون حاضر معنا سي مراد الجبيني عن المرصد الوطني للسلامه المروريه. ما زلنا مواصلين معاكم في البريماتينال. تو سويت نمشيو مع الزميل اسامه السويعي باش نحكيو على اهم الاخبار الايجابيه في تونس. La bonne nouvelle. الجمعية التونسية مخترعون بلا حدود في العلوم والتنمية المستدامة نظمت لقاء جمع مجموعة من الطلبة والتلاميذ من مؤسسات تعليمية وجامعات في باجة لعرض 18 اختراع علمي في إطار مناظرة علمية للاختراع والتجديد تحت شعار العلوم في خدمة الحد من تأثير التغيرات المناخية. الدورة هذه تمت في شكل مناظرة بالشراكة بين المجتمع المدني العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف لتثمين مشاريع في الذكاء الاصطناعي والروبوتيك حول التغيرات المناخية، في انتظار متابعة هذه الاختراعات والأفكار الهامة للشباب والأطفال في قادم السنوات. لا بون نوفيل. مازلنا مواصلين معاكم، بعد شويه نعطيكم فكره على الاخبار اللي صايره في تونس وفي العالم، باش نرجعوا بالتحديد على شان الفلسطيني وغيرها من الاخبار والمجالات الاخرى. تو سويت نمشيو لكيما اليوم. كيما اليوم. صباح الخير الناس الكل. كما اليوم لنهار 31 جانفي عام 1953 السلطات الفرنسية تعتقل حبيب بورقيبة، وصارت زادة فيضانات تغرق 1800 شخص في هولندا. 1958 إطلاق القمر الصناعي وهو أول أقمار صناعية للولايات المتحدة. عام 78 أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يعلن تزكيته للشيخ سعد العبد الله سالم الصباح لمنصب ولي العهد. عام 90 تفجر الصراع على السلطة في الشطر الشرقي من بيروت
بين رئيس الحكومة العسكرية ميشيل عون والقوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع. عام 96 هجوم انتحاري في العاصمة السريلانكية تعرض له البنك المركزي السريلانكي عندما اصطدمت سيارة محملة بالتفجيرات بمبناه الواقع في قلب حي المال بالعاصمة. عام 2009 البرلمان الصومالي ينتخب رئيس اتحاد المحاكم الإسلامية شريف شيخ أحمد رئيسا للصومال. عام 2016 مقتل 60 شخص على الأقل وجرح 110 آخرين في تفجيرات بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق في سوريا. عام 2018 حدوث خسوف كلي للقمر ويعتبر أول خسوف للقمر الأزرق العملاق في عام 2018. ونختمه بعام 2020 وين صار المملكة المتحدة تنسحب من الاتحاد الأوروبي بعد 47 سنة من العضوية لتبدأ فترة انتقالية من 11 شهر. وأيضا منظمة الصحة العالمية تعلن أن فيروس كورونا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية وذلك مع ظهور حالة إصابة في دول أخرى غير الصين. كانت هذه كيما اليوم الموافق لنهار 31 جانفي. كالعادة رجعنا لكم في البريماتينال، مازلنا مواصلين معاكم. توت سويت نمشيو لشيف خفاغ وين باش نحكيو على 91 معلم ضمن محمية المعالم التاريخية والأثرية. نشوفوا أكثر التفاصيل مع الزميل أسامة السويعي. إدراج 91 معلم تاريخي ضمن محمية المعالم التاريخية والأثرية موزع على 15 ولاية، وهي تونس 14 معلم، منوبة 5 معالم، بنزرت معلمين، باجة 3 معالم، الكاف معلم واحد، المنستير 9 معالم، القصرين معلم واحد، سوسة 3 معالم، توزر معلم واحد، سيدي بوزي 3 معالم، تطاوين 7 معالم، مدنين 5 معالم، جابس 30 معلم، قبلي 5 معالم، وصفاقس معلم واحد. تتمثل المعالم التاريخية هذه في مجموعة من المساجد والزوايا والكنائس والمدارس والقصور الصحراوية والجبلية والمنازل التاريخية ومعاصر زيت الزيتون القديمة. في المقابل فإن الميزانية التي تم رصدها لحماية هذه المعالم التاريخية لسنة 2024 تناهز أكثر من 78 مليون دينار بحسب تقرير الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الثقافية لسنة 2024 والمقدرة ب 414.3 مليون دينار. We'll be right back.
أناليز بورتيان. رجعنا لكم في البريماتينال، مازلنا مواصلين معاكم كالعادة بكل الفقرات اللي كنتوا تعودتوا عليها. بعد شوية نعطيكم فكرة على أهم الضيوف والمواضيع اللي بتشوفوها مطروحة في كل البرامج في إكسبريس أف أم. بالتأكيد باش نعطيكم فكرة على برنامج إكسبريسو كيف كيف، برنامج الشارع التونسي اليوم، وين تلقاو الزميل وسيم بالعربي وكامل ألف فريق. اليوم 31 جان في 2024 الأربعاء صار صرف الدينار التونسي مقابل الأورو ب 3.38 دينار تونسي. بالنسبة للدولار اليوم الأربعاء 31 جان في 3.11 دينار تونسي. بالنسبة لسعر الذهب اليوم في تونس نلقاوه اللي تقريبا شد ارتفاع ب 33 دينار، نحكي على سعر جرام الذهب عيار 24.203 دينارات وسعر جرام الذهب عيار 18.152 دينار. مازلنا موصلين معاكم في البريماتينال، تود سويت نمشيو للزابينغ إكسبريس. زابينغ إكسبريس. صباح الخير الناس الكل، مرحبا بكم في زابينغ إكسبريس، الفقرة اللي نرجع فيها على أهم تصريحات ضيوفنا البارح. نبدأ بالدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد نايس اللي كان ضيف برنامج إكسبريسو، وقال أنه طرح القضية الفلسطينية في قمة إيطاليا إفريقيا كان مهم جدا لجعلها قضية مركزية للحوار. اعتقادي ان هذا مساهمة هامة، مش عارف استغربوا منها المساهمين، لكن كانت ضرورية وكانت جريئة وكانت طرحت القضية الفلسطينية وكأنها معناها اهم مسألة، معناها تواجه المشاركين، والخطاب التونسي كان صريح في هذا. اعتقادي وان من حيث اهمية حدث وتصويب اغلاط اللي تراكمت في الماضي في العلاقات بين الشمال والجنوب، وقع البارح علاج سياسي واستراتيجي صحيح وضروري وجاء على لسان تونس والحمد لله. المختص في التغيرات المناخية عادل بن يوسف صرح أنه ربط شبكة بين القارة الإفريقية والأوروبية باش يخلق توازن ومقاربة شاملة ومرنة للتزود بالطاقة، وقال زيدا أنه يلزم تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية أمام الشركات وأصحاب المشاريع اللي يخدموا في مجال الطاقات البديلة. اليوم كان ثم اتفاق مع أوروبا على معناتها منوال اقتصادي إفريقي في مقاربة شاملة، معناتها تشمل جميع الحاجات منها الهجرة. يظهر لي هذه الاتجاه صحيح، والحاجة هي للتركيز على الاستقلالية الطاقية. عندنا اون ديفيرسيفيكاسيون دي سورس، يلزمنا نمشيو للطاقات المتجددة. ثم استراتيجية موجودة على الطاولة، استراتيجية متاع 2025-2035 فيها زوز محطات. المحطة الأولى هي 35% من الطاقات المتجددة في 2030 و 50% في 2035. لابد من التسريع في جميع الإجراءات وتبسيطها باش نمشيو للمشاريع الكبرى. ثاني حاجة، عندنا برشا ناس تنجم وعندها الإمكانيات باش تعمل الطاقات البديلة لكن معطلة ببعض التعقيدات الإدارية. 70% من رؤساء المؤسسات الصغرى يقولوا نحبوا نمشيو في التحول الطاقة لكن عندنا مشاكل مع الإدارة، مشاكل في عدم فهم معناتها هالتحول هذا، ما نعرفوش كيفاش نبداو، دونك يلزمها هي تمشي الأكثر في الديسنتراليزاسيون. ثالث موضوع، لابد أنها ترى زادة ثم خيارات أخرى تكنولوجية كبيرة اللي قدم عليها العالم، ويزمها تونس تتموقع في الخيارات هذه من اليوم. عبد الحميد بن علي صاحب شركة أهلية وعضو مشروع بناء الديمقراطي القاعدي صرح أنه قانون الشركات الأهلية غير ملائم وغير مشجع للاستثمار في هذه الشركات، ويلزم ضخ الأموال لضمان نجاح المشاريع. القانون غير ملائم، راه ثم هناك في القانون القديم المرسوم تعدد في مارس 2022 المرسوم على 15 يقول فما بند يقول تخصيص الأراضي الاشتراكية لفائدة الشركات الأهلية، ولكن نظرا لليوم أصبحت هناك أملاك الدولة تشمل كل كلمة اشتراكية قد انتفت، أصبح هناك عائق قانوني. هي كل شيء جاهز، يبقى تنصيص قانون واحد ينص على تخصيص أرض ملك الدولة الخاص لفائدة شركات الأهلية. تمويل، وكان معناها هذه التجربة بما أنها جديدة نعطيها قليلا حتى نراها تنجح حملات. إذا أنت مؤمنا بفكرة
الفكرة ولديك الإيمان بأن هذه الفكرة نادعة ضخ لها الأموال وستترى نجاحها، لن تكون بؤر التجربة. برنامج الشارع التونسي استضاف إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية لتجار لحوم الدواجن، اللي قال إنه قطاع اللحوم البيضاء في استقرار وإنه الأسعار مش باش تزيد في شهر رمضان وباش تكون المنتوجات متوفرة بالكميات اللازمة. بالنسبة للحوم البيضاء في استقرار تام، وبالنسبة للرمضان قدرت ربي ما عندنا حتى إشكال، الإنتاج موجود، باش يصير شوية ضغط شوية صحيح، لكن ماهوش الضغط طبيعي باش يصير باش تغلى فيه الأسعار، ماهيش باش تغلى. بالنسبة للسنة باش نقول لك ثم باش يرتفع شوية بالسيليك، علاش؟ على خاطر اللحوم العمراء ما نعرفش 40 و45 حتى 50 كيلو لحوم العمراء، باش تجي اللحوم البيضاء، اللحوم البيضاء هذا ملجأ الوحيد للمواطن التونسي فيها وقرروا مسعره، ما تفوتش 14%، ما تقوليش لا حمراء لا بيضاء لا صفراء، عظمة هي عظمة. رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نوف العميرة كان زيد ضيف برنامج الشارع التونسي، والموضوع كان التلقيح ضد النزلة الموسمية، قديش نسبة الإقبال وعلاش المواطنين ما يقبلوش على التلقيح هذا؟ تنجم العباد تنجم تلقح وتنجم تواصل التلقيح إلى حد شهر فيفري، فإذا كان نحبوا الإشكالية نحلوها في التعمق، هو المشكلة هي البريزون شارج، معناها نورمالمون اي انسان انت مثلا لازم تعرف اللي الجريب ما هيش رومبورسي فلك نعم، مثلا لازم تعرف اللي في فرنسا اذا كان عمرك اكثر من 60 سنه تعدى الصيدليه تمد الكارت نتاعك تلقح وتروح، معناها اذا كان نحبوا نشجعوا على التلقيح فما اليات تجي على التلقيح، معناها اليوم الاليات هذيا في تونس مفقوده، ما عندناش احنا اليات اليوم تاع تجي على التلقيح، ولذا العباد تلقح اليوم معناها بالفون بروبر بنجيبها، واذا كان مش الانسان مش يلقح بنجيبه نجم مثلا هو وزوجته يتكلف له التلقيح قريب للمئة دينار تبقى مبلغ ثمان كبير في الظروف الاقتصادية هذه، وما فيناش حتى إعانة من طرف الصندوق الوطني للتنمية. الرئيس السابق للهيئة التونسية للاستثمار خليل العبيدي كان ضيف فقرة إيكوتولك في برنامج إيكوماك، وتطرق الموضوع مؤشرات الاستثمار اللي قال إنها في تراجع من سنة إلى أخرى وعدد الأسباب، وشدد على ضرورة مضي تونس في الإصلاحات اللازمة. فما رقم نجمو ناخذوه اللي هو نسبة الاستثمار في الناتج المحلي الخام، اللي هو كان في سنة 2010 تقريبا 24% نسبة الاستثمار الناتج المحلي الخام، اليوم هبطنا أقل من 15%، دونك يظهر لي الإجابة واضحة، معناها بصفة عامة نسبة الاستثمار مقارنة بالناتج المحلي الخام للبلاد قاعدة تنخفض من سنة إلى سنة وهبطت إلى نسب عمرنا ما ريناها. اثنين، استثمار باش نمولوه؟ مولوه بالادخار. نسب الادخار تحكي لنا على نسب الاستثمار. الادخار انخفض في نفس البريود من 21% نسبة الادخار هبطت لتوا تحت 10% نسبة الادخار اللي هو يمول الاستثمار. في نفس الوقت ادخار ما فماش، دونك المؤسسات كي يلتجؤوا للبنوك العموميه والخاصه باش يلقاو عندهم حاجتين، اللي البنوك بدها تعاني من تدهور نسبه الاستثمار، والدوله دخلت على الخط كحريف، معناها الدوله قاعده تتسلف من البنوك التونسيه، دونك فما سكون ابل لي في ديفيكسيون. اضف على ذلك الازمات اللي قاعدين نتعداو بهم، ما وقفناش بعد الثوره، ازمه الكوفيد، لي غير اكسيتيرا اكسيتيرا. Il fallait entrer dans une optique de réforme et il fallait un petit peu trouver les financements. احنا باكا نكونو كملنا زابينغ اكسبريس لليوم، نتقابلو غدوة في زابينغ جديد. زابينغ اكسبريس. كالعادة رجعنا لكم في البريماتينا لليوم وفي برنامج إكسبريسو، باش تلقاو بسام النيفر المحلل المالي، نحكيو معاه على تسعيرة جديدة للخدمات المالية البنكية، هل إنها باش تطلب الحكومة التمويل من البنك المركزي أو لا؟ كيف محمد علي فنيرة عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان، نحكي معها على معالجة مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا الماد، مشكلة الطاقة في تونس، هل إنه فقط في تونس وإلا يمتد لكل إفريقيا، وشنو اهتمام بعض الدول الأوروبية بالقارة السمراء اليوم وبتونس، وهذا المشروع شنية أهم ما يمكن يعني أثاره الإيجابية على تونس، وهل إنه فما أشياء إيجابية باش ترجع وفما استفادة خاصة لتونس وإلى لي. في برنامج الشارع التونسي مع الزميلة لبنى البدة من 10 إلى 11 نحكيو على حملة تطوعية تضامنية لفائدة مدرسة ابتدائية بسليانة.
البارح كان الحديث مع ابراهيم النفزاوي حول اللحوم البيضاء، اليوم باش نحكيو على اللحوم الحمراء لانها باش ترتفع الاسعار نتاعها ولا، مع رئيس غرفه تجاره اللحوم بالجمله التابع لمنظمه الاعراف. كيف كيف نحكيو على اشتراء شركه باسم الشركاء سابقين وتحيين لاسم المالك وشركائه، شنو اهم الاجراءات القانونيه في هذا الاطار. البنك المركزي اتخذ اجراءات البارح، اجراءات جديده لمستعملي الخدمات البنكيه، مع الخبير البنكي عبد العزيز معتوق بشوفوا اكثر تفاصيل نتاع الاجراءات هذه وشكون بالضبط المستفيدين والا اللي يهمهم الاجراءات هذه. احنا مازلنا مصير معاكم في البريماتينال وقعدوا معانا ما تبدلوش الموجه. بريفيزيون روتيير، رجعنا لكم في البريماتينال، مازلنا واصلين معاكم. تتسويتي دخل معنا سي مراد جويني عن المرصد الوطني للسلامة المرورية. صباح النور سي مراد. بعد كاس عدل ايام صديقي ليك وكاف الفريق العامل معك وكله وفي اذاعتك في الاتفاهم، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على قبولك تفاعلك معنا. اذا اليوم 31 جان في 2024، كيفاش من المنتظر ولا من المتوقع انها تكون الحركة بتاع المرور في تونس؟ كان حركية كثيفة من بقوة في عديد المحاور على غرار شارع باب جديد وكذلك شارع باب منارة، نفس الشيء على مستوى شارع النخيل بالعكبة وكذلك على مستوى سيدي حسين التجومينات من تحت عبد الله، كذلك نتوقع فيه بتكون حركة كثيفة في المحور هذايا وفي امتداد إلى ساحة باب تعدون ومنها عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القلب نزيد نقدموا شوية قدام على مستوى باب سيدي قاسم ثم نهج الساحل وصولا الى ساحه 13 كوت الورديه، شارع عثمان بن عفان وتقاطع مع شارع طاهر بن عاشور على مستوى الزاد في مرحله اولى، ثم في المرحله الثانيه على مستوى نهج جعفر البربكي، شارع سيدي مارس رحله ترجيل من باردو ماشين باب سعدون كذلك تتوقع تكون حركيه كثيفه، شارع ولد حفوظ وصولا الى شارع طيب الجبيري ثم الى ساحه فاتور ومنها عبر شارع محمد الخامس وصولا الى ساحه 14 جافي، توقع بتكون حركه كثيفه خصوصا على مستوى شارع الليبراي، شارع خالد الدين باشا وكذلك شارع المملكه العربيه السعوديه واللي بتبعتها باش يوصلونها الى ساحه 14 جافي، شارع انا صبري كذلك وصولا الى ساحه بدر، شارع خالد الدين باشا والتقاطع مع شارع محمد الخامس، شارع طيب المهيري على مستوى المرسى وكذلك الجهويه رقم 36 والجهويه رقم 23 على مستوى معرض الكرام. طبعا نصائح المرصد الوطني لسلامة المرور في مثل هذه المواقيت هي الدعوة تتجدد حول التخفيف من السرعة في بعض المحاور يمكن ثم بعض الضباب اللي يكتسي معناها طرقاتنا، فبالتالي يستوجب منا مزيد من الحيطة والحذر عبر التخفيف من السرعة وكذلك ترك مسافة أمان كافية بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا ردة الفعل عند الاعتذار ردوا بالنا على المتراجلين خصوصا المسنين منهم وبطبيعة الحال ردوا بالنا كذلك على سواق الدراجات النارية واللي هما مطالبين بوضع الخوذة بالنسبة للسائق واللي راكب معاه. إن شاء الله تفاعل يكون إيجابي من عند اللي قاعدين يسوقوا ويسمعوا فينا توا، إن شاء الله نهاركم زين وأسعد أيام إن شاء الله. شكرا لك سي مراد جويني، كنت معنا عن المرصد الوطني للسلامة المرورية، إن شاء الله نهارك أسعد وأجمل الأيامات. احنا هكا نوصل لختام حصتنا في البريماتينال، نشكر برشا من الساسي وسليم بن عمار القائمين على تأمين الحصة هذه من الجانب التقني والرقمي. أجمل تحيات أمل الهاني، باي باي بسلامة.